في نسبة تقاعد كبيرة لكثير من المعلمين قاعد نشوفها السنة هذه أكثر من ذي قبل. صحيح. والوزارة صامتة ولا كأن شيء صار، وكأن الوزارة تبيهم يتقاعدون، ولا الوزارة يعني تورطت في موضوع البديل الجاهز. نعرف أنه في معلمين قالوا نصيبنا صار يزيد من الحصص بسبب أنه في غيرنا تقاعد. ليش الوزارة ساكتة عن هالموضوع؟ طبعا أنا يعني لست متخصصا في هذا الموضوع ولست مسؤولا عنه، لكن من خلال الإحصائيات التي رأيتها فأن نسبة التقاعد لهذا العام ليست مقلقة بالشكل الذي يصور في الإعلام، هي أكثر نوعا بشيء بسيط من المعدل السنوي، ليست كما يصور البعض أن التقاعد يعني 100,000 أو لم يصل إلى إلى إلى, إلى هذه الأرقام، يزيد يمكن بحوالي يمكن 10% عن المعدل السنوي أو الطبيعي، فهو ليس ظاهرة مقلقة للغاية. من حق المعلمين أن التقاعد هو حق من حقوق المعلم الذي يرى أنه لأسباب متعددة. هم غالبيتهم يخافون من تغيير في الكادر ولا بدل التدريس أنه يروح، هل في شيء من هالموضوع دكتور في البال؟ والله ليس لدي معلومات، لكن ما أعلمه أن وزارة التعليم لديها موقف واضح للمحافظة على حقوق المعلمين، وأظهرت هذا الموقف في 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 الاجتماعات الخاصة التي تعقد مع الجهات المعنية. هناك جهات أخرى أيضا وتنظر من زاوية من جميع الزوايا. فوزارة التعليم موقفها واضح، الحفاظ على حقوق المعلمين وإعطائهم ما تستطيع هي أن تعطيهم، ولكن هناك جهات أخرى ترى من زوايا متعددة قد تكون في النهاية في مصلحة الوطن، والجميع سيتكاتف مع الوطن في الاختيارات. طيب التي دكتور سؤالي الأخير.